السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة شهوات الجميلة. اليوم إن شاء الله غنشوفوا مع بعض كيفاش غادي تشرمل الدجاج ديال رفيسة بريستيج، وغتكون معنا واحد صديقة عزيزة وأستاذة للطبخ والحلويات بنفس مؤسسة الحاجة هيام بن عيسى. إذا غتكون معنا اليوم الأستاذة نور. سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. ربي يخليك أستاذة. هي اليوم اللي غادا تشرمل الدجاج. دابا راه جيتي الله دخلت لقيتها كتقطع في البصله. شحال تقريبا هنا ديال البصله؟ هنا 14 كيلو ديال البصله. 14 كيلو هكذاك. دابا هي كتعسل. اها حيت عندنا رفيسه بريستيج. اها غتمشي تقريبا عندنا 2 كيلو في التبصيل اللي كنديرو في العبار، يعني تقريبا ديال التبصيل هكذاك. كنديرو شويه مع الدجاج غطيب والمباقي كنعسلوه. اها دابا هي كتشنف في البصله. كنشنفها، ما بغيتش نديرها في لابلونش. كتكون شويه غليظه، كنقطعها هكا يعني طريقه تقليديه. حتى الوالده هكا وحتى انا كنقطعها هكا. الحاجه البلديه كنبغيو نديروها في طريقه بلديه وتقليديه. هذه هي البصله، ها هي، ودابا كتشنف فيها. المهم ملي غادي ندوزو للمرحله الثانيه غادي نشوفوا المراحل الاخرى، وغادي نشوفوا العطريه اللي غادا دير وكيفاش غادا تشرمل هذا الدجاج. المهم كما قلت لكم العقيقه كاينه نهار اثنين، اليوم الحد ياك. اليوم غيتشرمل الدجاج. اليوم غيتشرمل الدجاج، وغدا ان شاء الله مع الصباح بكري غادي نشعلوا عليه ان شاء الله. المهم هاي الاستاذه نيت غادا تهضر لنا شويه على، حيت كاينين كيقول لك لا دابا الصهد ما نقدروش، كنخافوا يوقع للدجاج شي مشكل. لا بالنسبه للدجاج غادي نشرملو وغادي نقصو الا كان بنادم عنده الثلاجه كبيره راه يقدر يدير في الثلاجه، ما يخاف على حتى شي حاجه، يقاد غير لا طومبيراتور ديال الثلاجه. بالنسبه اللي ما عندوش الكونجيلاتور كنقصو من لا طومبيراتور ديالو وكنديروا فيه الدجاج، يبات فيه مشرمل مشرمل، ما يوقع له حتى شي حاجه، بالعكس هكذا مزيان كتدخلوا كل مشرب كتدخلوا الريقامه ديالو وكيجي لذيذ داك الشيء. هو حاجه وحده ما يكونش كونجلي ويتعاود يتشرمل ويتكونجلا، هذا هو اللي خايب. هذه دي كونسي. هذا هو اللي ما ننصحش به. دابا كديري الشرموله ديال الدجاج، شنو درتي دابا؟ درت واحد جوج دريسات ديال الثومه. واخا رفيسه يعني راه عندنا تقريبا يعني واحد 28 طير ديال الدجاج. درت جوج دريسات ديال الثومه باش كنحيدو ديك التفوره ديال الدجاج. درت تقريبا واحد 3 المعالق ديال الملحه موين، درت واحد 4 المعالق ديال سكينجبير كبار عامرين ولا 5، غادي ندير 4 المعالق ديال الخرقوم كبار عامرين حتى هما، خرقوم بلدي. البلدي كنخدمو بالبلدي، كنطحنوه غير البارح. انا حضرت العطريه البارح مني طحنات. غادي ندير جوج معلقات ديال البزار، وغادي نديرو شويه ديال الماء، وغادي ندير الدماس ديال الزعفران الحر. وبطبيعه الحال حتى الزعفران الحر حتى الغدا مع الطنين يكونوا كنطيبو من رد الدجاج، عاد غادي ندير الزعفران الحر وندير الزيت. هنا دابا هذا غير الليقامه اللي غادي نشرمل بها الدجاج باش يشرب الليقامه، ومن بعد غدا ان شاء الله ملي غنردو يطيب عاد غادي نزيد العطريه اللي خاصاني. هكذاك دابا غادي ندير الماء. بالنسبه للرفيسه حنا عارفين بان الرفيسه ملي تنقولوا رفيسه كنقولوا مساخن، كنقولوا راس الحانوت. دابا الناس بزاف مابقاوش كييفيتيو هاد العطر هاد لي زيبيس، كيبقاو اختياريين، اللي بغى يديرهم مع الدجاج يديرهم، باقي الناس اللي كيستعملوهم، اللي ما بغاش يديرهم حتى كيطيب الدجاج وتيهز شويه ديال لاصوص وديك الساعه كينسم باش ما بغى، يقدر يزيد السمن، يدير راس الحانوت، يدير مساخن، يدير الحلبة، يدير اللي بغى يدير ويرافق البلا بيهم، ويرافق البلا، اللي بغى شي حاجه تياخذها. كنديرو في الزلال مسخن. اي فواز. حيت كتكون رايح بلاد تقول لك انا ما ناكلش شي مسخن، دونك كتهزها على لا طونسيون اللي عندو، هذا اللي عندو القرحه ديال المعده، دونك هنايا كل واحد تياخذ. دابا كتزيدي الضامه ديال الزعفران. غادي ندير واحد الباكيه. باكيه كيكون فيها تقريبا فيها 10. دونك الطوسي ما كتحتاجيش تعاوني بالخيط. لا لا بلاش، باقي شويه جامد باقي شاد فراسو.
كاين اللي كيدير بلاستيك كيدير هذا راه سي ديكونسيي. كاين الخيط دابا اليمونتير كاين لو فيل اليمونتير وانا غادي نخدم به. غير هذا ماشي بحال الرومي ما كيتشتتش الطياب الطياب ديالو. فيل اليمونتير كنخدم به بزاف. الكونجيلاتور لا تمبيراتور ديالو بحال الثلاجه عاديه. غادي نشرملوه وغنخليه حيت ملي غادي هذا ما غيبقاش الماء بزاف. غنخليوه في هذيك الشربوله ديالو وندخلوه في الكونجيلاتور الثلاجه باش ما يعرفوا الناس بانها راه ثلاجه. اللي عنده ثلاجه كبيره الحراره ديال الثلاجه يدخلوا بيته في الثلاجه. من بعد ان شاء الله تنديروه في الطنجره وتنلخوا هذيك لا مارينات اللي بقى فيها الدجاج صافي. عاد وكنشعلوا عليها فيها الهيله كنديروا له النص ديال لا كونتيتي ديال البصله اللي غيطيب فيها. كيغلى كنزيدوا عليه زويته ديال العود زويته ديال الرومية ونديروا زعفران شعره ونديروا هذا الزيوت كما قلت لك صافي. ونروي نغطي الدجاج ديالي ملي كيدخلوا الطياب عاد كنزيد ديك شويه ديال البصله اللي بقات باش تبقى باينه. والكميه الاخرى ديال البصله اللي عندنا غادي نعسلوها وحتى العطريه غادي ندوقوا ونزيدوا فهمتي نزيدوا العطريه كلها غادي تزاد باش يجي بنين. وتنقلي واحد شويه انا تنقلي الفيصه باش كتجي لذيذه. كاين اللي ما تيقليش كيدير كلشي تبقى وحده وتيدير الماء. بالنسبه لينا حنا كنقلي واحد شويه باش ديك الشرموله تدخل في الدجاج مزيان وكيجي الدجاج بنين. يعني تقدر تاكلو غير بوحدو كيجي بنين. هذا اللوز كيتعمل في الماء طايب ما بين 5 حتى 10 دقائق ماكسيموم. كتزولو القشره تيتنشف مزيان بمنديل وكيتعمل في زيت بارد فوق نار مهيله كياخذ اللون الذهبي وكيتزول من فوق النار لانه خارج النار غيزيد ياخذ اللون الذهبي الغامق ديالو. كتعسلي في البصله ياك؟ شنو درتي فيها؟ انا البارح درتها في الطنجره درت معها بنينه ديال الزعفران الحر درت شويه ديال الملحه الخرقوم البلدي وسكنجبير وشويه ديال الزيت تقريبا واحد كاس ديال الماء وغطيتها حتى غطات واحد شويه ورميت عليها الزبيب اللي كنا مفزقينه من قبل غسلينه ومفزقينه. من بعد ملي نحطو مزيان زدت عليهم السكر والقرفه هكذاك. شحال تقريبا هنا ديال البصله والزبيب؟ هنا تقريبا واحد عندنا نص كيلو تقريبا ديال كيلو ديال الزبيب وعندنا هنايا تقريبا واحد البارح درنا 13 كيلو ديال البصله حيدنا منها تقريبا واحد 4 كيلو خلينا 10 كيلو ديال البصله اللي غتعسل 4 كيلو خليناها للدجاج. ندوز الجهه الاخرى اللي ما فيهاش البخار. هنا الدجاج ياك استاذه نور اللي درناه في الطنجره اللي شعلنا البارح درتو في الطنجره زدت عليه نص ديال الكميه ديال ديك 4 كيلو ديال البصله اللي خليت نص ديالها زدتو شويه ديال لي زيبيس خليتو يتقلى واحد شويه. من بعد رميت الربيع مربط وزدت ليه زيت الروميه وزدت الزعفران الحر صافي ورويت. منين غلى زدت عليه الكميه الثانيه ديال البصله اللي بقات صافي وغطيتو وخليتو يطيب هكذاك. وبالنسبه للعدس الحلبه العدس ها هو تيطيب بوحديتو حتى هو فزقناه دائما العدس يتفزق باش ديك القشره ديالو ما تتحيدش وحتى اللون ما كيعطيش داك اللون الكحل حتى اللون ديالو ما تيبقاش ديك الكحوله ديالو فيه درتو في الطنجره بوحديتها داك الماء ديالو الكافي درت ليه شويه ديال البصله حتى هو درت معاه دابا ديال الزعفران. استاذه نور بغيتك تهضري لينا على العدس والحلبه. واخا دونك هذا العدس حنا عندنا جوج كيلو ديال العدس فزقناها البارح بعد تفزقات الماء باش القشره ديالها ما تتحيدش درتها في الطنجره درت ليها الماء الكافي ديالها اللي غيطيب معاها درت شويه ديال البصله من هذيك المشنفانيك اللي قطعنا البارح زدت واحد الكيلوغرامات معاها درت شويه ديال الزعفران الحر شويه ديال الخرطوم شويه ديال السكنجبير واحد شويه ديال البزار الملحه وزيت العود وخليتو تيطيب دابا على خاطرو بلا ما نسد عليه بلا ما نرد هي تيطيب. استاذه نور بالنسبه للحلبه ها هي حتى هي غسلناها انا تقريبا واحد ربعه ديال الحلبه منقيه وغسلناها وفزكتها في الماء. دابا غادي ندير ليها قبيصه ديال الملحه ونردها بحال غادي نسلقوها من بعد ملي غادي تنفخ الحبات ديال الحلبه تتنشف كاريمو من داك الماء حتى الا بقى فيها مثلا الماء كنصفيها وتنردها الكاسرونه ديالها وتنهز شويه من
لاصوص ديال الرفيصه وتنديرها عليها باش تلدد به. فوالا تنلدوها ونخليوها دو كوتي. بالنسبه للمساخن حتى هما حتى كيطيب كلشي وتنحيدوا داك الدجاج، ناخذ شويه ديال لاصوص وتنقسموا. شويه غندير فيه السمن، شويه غادي ندير فيه المساخن، واحد غادي نخليه ناتورال يعني حسب لي غو ديال الناس. فوالا باش الناس كل واحد ياخذ اللي كيوالمو. بالنسبه للحلبه غادي نديروها في طبيصلات صغيورين وغتحط حتى هي ابا هكذاك. هذا المشمش، هذا المشمش معسل حتى هو غادي يمشي في ديكوراسيون ديال البلا ديالنا ديال الفيسه، حيت هذه كتسمى الفيسه بريستيج لان فيها بزاف ديال لا غارنيتور. بالنسبه للمشمش حنا في الزكنه حتى هو غسلناه عسلته، شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه. اللي بغى يدير فيه زبيده يديرها، اللي ما بغاش يعني سي با لا بين، انا غير غنديكوريو به. من بعد غادي نشدو غادي نزوقوه بالفرامبواز كونفي وغادي نبيكيو به لي بلا ديالنا ديال الرفيصه ان شاء الله. حنا غنشوفوا هادشي غنشوفوا الدريساج مع بعضياتنا. كيف كتلاحظوا الدجاج طلعت فيه الغليه، غتسد عليه وتخليه يطيب على المهل. زادت فيه لي زيبيس اللي عملات البارح في الطرقات ديال الدجاج، زادت شويه من كل نوع ديال العطريه من غير الضمه ديال البنه ديال الزعفران عملات البارح، وانما اليوم عملات الزعفران الشعره وعملات القبيطه ديال الربيع، وغادا تسد عليه وتخليه يطيب. سميره سميره اليوم مكلفه بالعصير اللي غيكون في العقيقه، هنا شنو تديري؟ هنا دايرين ليمون مع الخوخ. الليمون مع الخوخ، انا داك النهار شتك كتنقي في الليمون وقيلا كونجليتي ياك. كنشدو كننقيوه وكنحيدو منو العظم ومن بعد كنديرو في الميكس وكنديرو في الطنجره. كيجي احسن مع كي ملي كيكون كونجولي. ملي كطحني كيطلق هذيك البروده وكيطلق حتى الختوريه. صافي وكتزيدي له الخوخ، الخوخ حتى هو كونجليتي بحال بحال حتى هو كيتكونجلا، كيتنقى ويتحيدوا العظم والجلده ويتكونجلا. شنو تديري فيه السكر وتكونجليه ولا بلا سكر؟ كديري فيه السكر عاد عاد كتكونجليه. ملي كنقي كدير السكر عاد باش كندير في الكونجلا. هكذاك ايوا شفتوا البنات، كتاخذ الليمون كتنقي تتزول له العظم تتقطعوا طريفات وتدير حتى الليمون تديري له السكر عاد كتكونجليه، تزيد له السنيده وتتكونجليه، والخوخ حتى هو تتزول له الجلده والعظم وتزيد له السنيده وتتكونجليه. صافي تتخرجهم هما اللي تيديروهم عصير، تيطلقوا شويه تتخليهم شويه تيطلقوا كيبقاو شويه جامدين باش كي سينو كتزيدوا لي غلاسون الا كنتو غتصوبوهم في نفس النهار كتزيدوا لي غلاسون هكذاك. صافي انتما انا لاحظت بان ما كديروش لي زاغوم وداكشي كلشي طبيعي طبيعي. هكذاك يلا الله يعاونك سميره. الحاجه اللي كنسمو بها هو طعم ديال الخوخ، كيعطي واحد النكهه في الخوخ هكذاك، كيعطي النكهه وكيزيد حتى الخطوره. العصير ديال السويله تناخذو السويله تنقطعوها تنغسلوها تنخويوها من الداخل الزريعه ديالها تنحيدو لها قشره وتنقطعوها مربعات ونديروها في بلاستيكات بعدين تندخلوها للكونجيلاتور. هكذاك غتبيتيها استاذه نور؟ غنبيتها في الكونجيلاتور باش الغد ليه اي حاجه يعني اي فروي ديال العصير. حتى الا كان عندنا مثلا غادي نديو العصير سور بلاص ونطحنوا معاه لي غلاسون منها مزيان الماس ديال الروبو ديالنا يتمضاو، ومنها كيعطينا واحد الخطوره للعصير وتيجي لذيذ. اذا كيف لاحظتوا السويله كتقطع كتعمل مباشره في لي ساشي باش الماء ديالها ما كيضيعش كيبقى معها، فاذا كانت السويله حلوه بزاف ما كتحتاجيش انك تزيدي لها السكر، اما اذا كانت باسله فغتزيدي لها السكر في هذه اللحظه وغادا تعملي هاد لي ساشي في المجمد، ومني كتطحنيها مني كتجبديها وكتخليها شويه تطلق وكتطحنيها فكتجي خاطره ولذيذه، كتزيدي لها غير شويه ديال الماء والسكر حسب الذوق، ممكن انك ما تزيديش السكر فكتجي لذيذة بزاف. الى جانب هذا الشيء فاحنا كنعرفوا الا طحنتي السويله في البلاصه ما تزيديش الماء وانما زيدي لي غلاسون، كتعطيها انتعاشه وكتعطيها الخطوريه، او ميم طون كيف ما قالت الاستاذه نور فهي هذوك لي غلاسون كيساعدوا ان كيمضيو لينا حتى الماس ديال الاله اللي كنطحنوا بها العصير. صافي دابا وجد الدجاج بان لي طاب ياك. الزيت ديالو هو الكافي اللي غادي يكفل هذا الكراس كاملين. غادي تفوا لي دابا نخليه يرجع لي داك السحب ديالو. هكذاك دونك حنا هنا راه باقين في الدار اللي كيتصوب بها هذا الشيء، وهي اصلا المؤسسه اللي قلت لكم ديال الطبخ والحلويات في الدار ديال الحاجه هيان. دابا راه كلشي تقريبا وجد.
الطنجره الاخرى حتى هي وجدات. غنمشيو نشوف استاذه نور البصله صافي طفيتي عليها ياك؟ اه البصله صافي طفينا عليها. اها ها هي تحسلات دونك حتى نديوها معنا نخرجوها من هنا. دونك الحلبه هاي حتى هي سلقناها وزدناها شويه ديال لاصوص ديال الدجاج. اها وخليناها تغلي واحد شويه وخلينا شويه ديال لاصوص فاش تسخن هكذاك. هيا بصله معسله. العدس حتى هو طاب. في الفيديو المقبل ان شاء الله غنشوفوا مع بعض التحضيرات الاوليه ديال يوم العقيقه من الالف للياء. غنشوفوا الدريساج ديال الرفيسه بريستيج والغارنيتور اللي غنرافقوا بها هاد الرفيسه. كنعتذر مره اخرى لان هاد الانواع ديال الفيديوهات كيكونوا طوال، لذلك كنعتذر لكم مره اخرى. فعلاش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم عملوا له لايك وبارطاج في مواقعكم الاجتماعيه. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوا على لي كوردوني ديال الحاجه هيام بن عيسى غنخلي لكم لي كوردوني بصندوق الوصف اسفل الفيديو. استودعكم الله احبتي في الله، والى حلقه قادمه باذن الله.